خلينا نأخذ هذا الفيديو للشيخ المغدور أحمد الرفاعي لندخل مع هذا الفيديو إلى موضوعنا الثاني مع الأستاذ خالد الظاهر ومع الدكتور محمد المصري. نتابع معكم مشاهدينا، تفضلوا. السلام عليكم. بدي وجه تحية للقوى الأمنية على جهدها الكبير الحقيقة اللي عم تقوم فيه عنا بالضيعة، وعلى التعب والسهر اللي عم يسهروه لحتى يوقفوا المجني عليه ويتركوا الجيني. أكبر تحية لتحرية بحلبة ولكل الأجهزة الأمنية اللي هن الحقيقة عم يبيضوا الوجه وما عم يشتغلوا على أنه يعملوا خلافات كبار والعالم تاخد حقها بيدها أبدا. يعني امبارح أخي روح يجيب نقلة خشب أو بكب صغير يطب عليه التحرية وبيأخذوه. صرنا حكيم معه الألف مرة أنه اللي عوصوا لأخي نفسه واللي كسر له إجه واللي قعده بالبيت واللي أخي مدعي عليه واللي فيه مذكرة توقيف حقه عم يروح يسهر هو والأمنيين وعم يأكل هو وياهم بزر وعم يشرب قهوة وعم يدير باله عليهم وما شايفينه وشايفين أخي اللي رايح عم يركض ولا لقمة عيشه. ألف تحية وألف شكر الحقيقة، والله يبارك فيكم على الفتنة اللي عم تعملوها وعلى هالتعب اللي عم تتعبوه. تتمنى انه تضلكم ماشيين بهذا المسار. هذا الشيخ احمد شعيب الرفاعي رحمه الله بهذا الفيديو في تهكم طبعا على موضوع الاجهزه الامنيه انها مقصره لا تلاحق المعتدين وانما تلاحق المعتدى عليهم. للاسف يعني تم خطف الشيخ احمد ووجد مقتول. Thank you.